دي شيء بشيء يذكر، معلش يعني ايه، خدوها على لساني. الامس النهارده فوجئت بتليفون جاي لي بيقول لي يعني مستشار اسامه عمر دنسيبي، فبقول له هو في حاجه بينك وبين الكابتن ابراهيم حسن؟ فقلت له لا في ايه؟ قال لي احسن البارح الزميل العزيز كريم رمزي في برنامجه قال ان حصلت خناقه كبيره جدا ما بين كابتن ابراهيم حسن وما بين ايهاب الكوم في اتحاد الكوره، وعلت الاصوات وتعدوا على بعض. فانا وهو معايا على التليفون ارض رحت طالب كريم، لان كريم بتجمعني بيه صداقه ومن الناس اللي بحترمها جدا في المجال ومن الناس الصادقه. فبقول له يا كريم بيقولوا لي حصل كذا، فقال لي ده حد اكد لي مره واثنين، وانا بصراحه قلت له ما حصلش. قلت له ارفع سماع التليفون علي او على الكابتن ابراهيم اطلاقا. الموضوع انا كنت في اتحاد الكوره قريب الاسبوع ده، انت عارف اوضه اللي على السلم بتاعت الكابتن مصطفى ترك، فطلعت لقيت الكابتن ابراهيم حسن موجود، هو الجهاز الفني بتاع المصري السابق عشان القضيه اللي بينه وبين المصري بورسعيدي ده. انا بقول لك الشيء بالشيء يذكر عشان كده. فطبعا كابتن ابراهيم وكابتن حسام دي اثنين من تاريخ الكره في مصر، طبعا محدش يقدر ينكر. طبعا فقلت لا ما ينفعش يبقوا موجودين، اتفضلوا. ورحت فاتح اوضه مجلس الاداره في كابتن ابراهيم ودخلنا فطرته، لا فطرنا جبنا الشاي والقهوه وقعدنا وجلسه وديه الى ابعد مدى. كنت انا اول مره اعرف بالموضوع ان هو لسه ما خلصش، فقلت له سيبها يا كابتن وان شاء الله لجنه تفضل منازعات خلاص، وبالتالي ان شاء الله الموضوع هيخلص. وبعد كده جه الكابتن حسام قعد برضه يشرب معانا القهوه، وطلعت حاضر الكابتن ابراهيم حسام ووصلهم لغايه السلم والسلام عليكم. كان علينا رئيس الاتحاد الصومالي وجلسه وديه الى ابعد مدى. فجاه ايهاب الكوم اتخانق مع كابتن ابراهيم. انت حاضرهم بس. النهارده كابتن ابراهيم يعني كان بينه وبينه تليفون قعد يضحك، قال لي تخيل ان انا جالي اكتر من تليفون على من الارضي، اكيد انا ما بردش. قال لي اكيد عشان كده. خلونا اتخانقنا وطلعنا. لا لا اولاد الحلال كبير. والدنيا جميله. الى ابعد مدى. خاصة في افتعال المشاكل. والله انا ضحكت. فهو حتى كريم يعني من الناس المحترمه قال لي لا انا اطلع النهارده انفي تماما. وكلمني الزميل هاني عبد الصبور بعد كده من مصر 24، قلت له يا جماعه والله ما في حاجه. ده انا وكابتن ابراهيم سامنا عن عسى وكابتن حسام وطالعين، ده دلت اتنين من تاريخ مصر، ولما يكونوا موجودين في اتحاد الكوره لازم يستقبلوا بما يليق بحسام ابراهيم حسن وبكل طبعًا نجم ادى مصر. طبعا انا بتكلم عن اتنين يعني انت عارف تقال طبعا طبعا. فبس الشيء بالشيء يذكر. انا توقعي كابتن محمد هيبقى فين الاسبوعين اللي جايين؟ لا والله احنا بص على فكره يا دكتور، مفيش حد يتمنى الهزيمه او الخساره لحد يعني، لكن الانديه مستعجله وده وضع طبيعي. العشرة الاوليين دول هم دول اللي عاملين مشاكل. دور واحد عاملين مشاكل، عايز يجمع اكتر نقاط وعايز. انا حضرتك لما تيجي تشوف الجدول يعني دي كيرنس والنجوم والمقصه والتعدين وشبين اخر خمسه، دي مشكله.